مولود برج الجوزاء كيف بده يكون الأسبوع اللي بيبدأ بالتنين 28 كانون الثاني يناير وبينتهي الأحد 3 شباط فبراير؟ هنالك هناك أشياء حلوة بانتظارك بهذا الأسبوع، مثل كل الأبراج في دايما عندنا، كل الأبراج في يومين حلوين بكل أسبوع ويومين متقلبين. أحيانا في أمور حتى ولو سلبية، حتى ولو موقع القمر سلبي، مع الوقت الإنسان بيكسب خبرة وبصير يعرف يضبط نفسه وما يتأثر بالمشاعر يلي بيشعر فيها. التنين والتلاتة بالنسبة لك مولود برج الجوزاء هني يومين بيحملوا أجندة طويلة، أجندة طويلة يعني سكجول طويل، مهمات وانشغالات. حاول مولود برج الجوزاء إنه يوم التنين والتلاتة تكون افيشنت بشغلك بعملك، لأنه ما بيناسبك تأجل بقية أيام الأسبوع يلي بنشتغل فيها. ليش؟ لأنه أول شيء القمر الموجود ببرج العقرب رح بكتر لك شوي الشغل، بكتر لك شوي الشغل، لكن ما لازم تنقص لانه الشمس موجوده برج صديق لك ببرج الدلو، هذا معناته انه شغلك بيكون ناجح. لازم تعرف انه الثلاثة الساعة 4:35 دقيقة بعد الظهر بتوقيت بيروت بينتقل القمر من برج العقرب يلي برج بشغلك بتعبك بركضك، بينتقل لبرج القوس يلي هو برج بعكسك، وبالتالي بدك تعمل حساب انت وراجع عشية على البيت، بعد الظهر بلقاءاتك، إذا أنتم بالقارة الأمريكية الجو من الصبح ببلش يتغير. لكن انتبهوا، ما معناتها الجو سلبي. تابعوا هلأ تفاصيل أكثر بيومياتي على اليوتيوب. المهم حاولوا تخلصوا شغلكم وما تأجلوا أعمالكم الصعبة لوقت وجود القمر ببرج القوس يلي بيبدأ من 4:30 و5 بعد ظهر بتوقيت بيروت، يعني 2:30 و5 بتوقيت لندن، وبيبقى كل الأربعاء وكل الخميس. هيك في عندك الأربعاء والخميس كمان هن يومين متقلبين ضاغطين، لكن انتبه معقول يحملوا لك اجتماع، لقاء كتير 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 مهم، أو حتى زواج أو فرصة ثمينة. ما تزعل، ما تفكر انه الناس ضدك، بالعكس في عندك فرصة لحتى تطل، لحتى تبين، لحتى تقدم امتحان، فحاول تكون جاهز. وما تنسى انه الشمس صديقة لك من برج الدلو. الجمعة فجرا بتمام الساعة 2:48 دقيقة بتوقيت بيروت، يعني حوالي الساعة الدقيقة 48 فجرا بعد منتصف الليل بتوقيت لندن، القمر بيوصل لبرج الجدي، يعني بتزيح المعاكسات وبتبلش بداية عطلة الأسبوع، الويك اند ببلش بطريقة ألطف. هنالك عند مولود برج الجوزاء احتمال انه يكون في ضرورة لترتب قضية او مسألة. اذا عم تشتغل يوم الجمعة سارع الى تحسين الاوضاع، اعتذر معلش ما بيصير شيء هيدا الجمعة. والسبت ايضا مولود برج الجوزاء مطلوب منك انه الجمعة والسبت تكون عم تشتغل ايد بايد مع اشخاص اخرين، مع ناس بيقفوا لجانبك بيساعدوك وبيكونوا معك. حاول مولود برج الجوزاء انه تنهي اعمالك بمصالحات وبتسويات وما تزعل حدا. الاحد 3 شباط فبراير القمر موجود ببرج الجدي يلي بيدعيك الى المسايره، باقي فقط حتى الساعه 3:05 بعد ظهر توقيت بيروت، يعني الساعه 1 الظهر بتوقيت لندن. من بعدها بينتقل لبرج الدلو وهون تنقلب الامور لصالحك 200%، بتدخل باحلى الاجواء، و فيك تقول انه يوم الاحد بيبدا بشغل لكن بينتهي باخبار ساره. بتبقى المواليد يلي بعتبرها فعلا اكثر حظا من غيرها بهذا الاسبوع 28 ايار مايو ل 5 حزيران يونيو، وفيني اضيف عليهم 8 و 9 حزيران يونيو. بدي اتمنى لك اسبوع كثير حلو، والى اللقاء مع ابراج يوميه هون على اليوتيوب، وطبعا دائما الابراج الاسبوعيه.